منطقه ان كنا والله اد بي الحم انه يسوي كسان وينو كبربرنا وينو كباباينا ديباتينو كلا كلمنا قابكم مانتا وسودان مانتا انت اوغو بدن اي ددك بربري دونتا وا دنيرتا وا دنيردا وا حوينكا وا دد انت عاد شخص ودنين لهيد انه ام حكم كسي هايستو اما او حكم كيمادو مهمه كسي مهمسن وحا وين ان ابو نولاتان ان لا جوجيو وراها قبيليسن عادفليسن عنصريليسن اللي قد شايدين ايو استيجيسك السياسة دا اما وقتية دا كان بينك وحاك اللو باهن يهي ان هوقانياش السياسة دا يو مسؤولين تقدومياش حسبية دا قرنكو اني وضفريستان هادا بربر كيغا وحافردية فلانقية سياسة دا قويهان عبد الرحمن محمد قون قرينا كسود وين عبد الرحمن سدوا واحد ولا سعتي قالوا له كامبين كا دورشين كسمالي لان اسكوست كان لبكون يافري لباتن بشا نوفمبر ستحته من كذا كقبسوم يدون تجود هان قبل ذي دقمين كسمالي لان وسوين يدوت كودي الجروبيين ان وتشي يكو بدو صورة ما ذي ان عبد الرحمن جون حكى قصبحي بسم الله الرحمن الرحيم أدبد ما تنتهي حمسة يو كمرمان كبا أدبد الكمال علينيا نيهو لبو وشي بويا شيء وشي وناكسن يو وشي خلدن واحد مودا كان بين كان صور لما بي أولا دورشون كي قلنا أصحابتي أرضو إنو يا شيء وشي أدو خلدن وأه واحد مودا إناني ترتنحين حسبيو يو أرضو لكن واحد مدائن له بدري إن أرنكي بقى النقضي ترتن قبيلة ذي أما ترتن أي بيلا أي ترتميان وإمكى أي نكفي لإني إني برشيد كوع يجليان أي أصور بندجان يعني برنامج شدة السياسة ذي إني برشيد أصور بندجان بعد مدة برنامج شير خير يصير وقلب قلب ذكله أي كل دليل صور خير حان أنت أسوحان لا يهاي وحان لا يهاي وحي أكت هاي أرين آد يا آد فالحن أرين وباهن إني بالسودو آد وجو تحدرتو أي كد أي آد وجو فوتشناتو وأي برنامج كي سياسة هذا حسبية لا عدك هذا لسه ما شرتو ما شر عدك وعرن سب برنامج كاسان كله عافمات كا وحبرش هذا نبت جلية دا بيها دقالها لكن نور بواحد مدائن وكو كفانا يو أما وكهد ليو كليا أرين ما قبيل مركات وش بيكوال وحي إنه وجود ماضي وجه قبيلة ديسن إنه جمود دمانين إنه جمود دمان ورتي وجه جاسي وجه عينو كده هن كرنو وحقبتك الرضا يو حسبي هذا ترتميا مثل حسبي أما أور إنه سو شيء دي برنامج سياسة وأنكو قنعنا وي حليا ده لوجو جد ترى دار الشدة اللي بنا جارهانو ديار جروج سيد اللوجو جد بكرة دربان كان قبيلة ديد معنا سياسيين تا أي أطمئن بالشدة قي به ذكر الدول. أرد حمسو وحن أمرين يا واحد هاي وري وجهري كهذا إن أردت أسي سامين كويا شيء كويا رتاي محاي هذا برنامج برنامج كان على له دور شوين كان. أدب نقول هذا علني مرة بعد سي بي إني سكوت حلو شنو سو إني وعي جلس دتك أو أي وحكة وجلس دتك قابك أي وحوس عدل. حمسو أدب نصو نغرس أشاد وديسي حقيقيا وحين وحيران ظروف آد وقلف سن ودين عيضة والضمضة عن مشاركنا هاي يبلش هذا عالم كبا إن جاي مني وحل إن جفش ليها ولا إيجيا إن إنه كنا قلنا فيلير ستيت وعين كوبا بعنو ي إن إنه قلنا نتقول ليستا وهل كل جفش ليه مال كسر يسجعله لكن ما أنت عارين تنسي وصعته هدي أنا وحكي بدرين هو جامياش السياسة دو هدي أنا وحكي بدرين كام بين مانيشرسكو هدي أنا وحكي بدرين دة كع عرين تنتنين يا واحد مدعيني عواقب حن سومالي لان أي أوج أي نقلينه واحد مودي سا وحين وترنصرنا يسكنها في إن بلشدي ولا لها هاي إيه مود الدجنيد مقالو ينكو إن يصنع عيان عرين تاسنا وح السبب يعني سياسة محمد هوجان كحسبية إيه أوروبا وأن مرنا بصو بندقين wax lagu farxo oo dadkaasi isugu yimaadaan waxaanu kaga bixi karnaa in la joojiyo oraahaha qabiileysan caadifadeysan unsuriyadeysan ee laga jeedinayo
استيجز السياسة ده أما وقت يد كامبينكا وحكى له لو بهن يهي إن هوجانياش السياسة يد مسؤولين تقدومياش حسبية دقرنكو إن يوضع فريستان إن جودي عنش حدب وفريستو إن جودي دور شوي إنكم مرة بعد سوقي هذا إن الصوصارو شروع يهذا الله عن قرالة أول اللي هي وحيابها نوعين وعسر رقم هذا ذكره ورمان تمام مركر إن المجال دي هرجي سمر كخاصة نكتة عاصمة هاي وحضر كسا قبل الذي يربش ذكر عيان وحضر كسا مجال دي ولا سكر رصاصين يو وحضر كسا أورر لتشجبين يجوري لجوبيو أرمها صدمي وأرمها لجر ربو إن لجو جناح أو لبر لجج السعر دور شوينك أصحابي أوردكوا كع حلاي هاي قد قدور شوين كوا إني أود إن تنكبضا أي استعمال ذات كنوع أنا كلا أدير لكن كسيدا أسي صعدو وإن وحا إن قدر إن دور شقب سن وحا إن رمهم سن إن ذات كوا ذا نولا ذا ذات كوا حي دور شقب سن كران مركي نبض يقروح يفرحت كوا ذا نوليين لكن ذات كهدير لا إسكدريو ذات كهدير لا إسكهر كينيو ذات كهدير إسنعيان دور شبح بين المقابل نسو قد قدور شوين كوا حلاي هاي عدادس بدن وإن أتصارتان هجان كحسبية ذا إيه أورفضة وإن طلابتان كأدق لقى قادة وإن جديجا دور شوين كأيس توصل شقيان عيد مدى بليسكو وإن الصوكوبا أول حد ذا أرمها دور شوين كأرمها صردن واحد نقوم جوانا قار واحد بدن لقى قرصو دور شلان إن أولي هي بالجو جدا ترى dadkii danyartaa saameyn fara badan ay ku yeelatay dhinacyada xagga nolosha maadaama oo aad bulshadii aad ka mid tahay Cabdiraxmaan ahaan saameyn teleg bay ku yeelatay iyada lafteeda dhinacyada nolosha wallahi xamso waa arinta ugu adag weeyaan waa arinta ugu adag hatta waxa jirta mararka qaar waxa jira waxa ka cayn ceeshadii haday cuntadii daruuriga ay tahay haday baasiinkii tahay haddii waxyaabihii la iibsanayay tahay waxa xitaa jira dadkii waxan ka shaqeyn laabay intay xireen wixii ay suuqa wareegayaan ay ka mid yihiin dadkan wareegaya xataa meheradihii baa xidhan waxa dhacday in muceeshadu boqolkiiba konton muddada kooban ee 12-kii Oktoobar ka bilaabmaysa ilaa maanta ay boqolkiiba konton muceeshadii kor u kacday waxa yaraaday dadkii maalinta wixiliyay ee xoogsatada ahaa waxa istaagay dhismayaashi waxa istaagay shaqadii maalin lahayd kii kaariyoonku adeeganayay kii booyad biyad watay kii maxay ahayday dukaan yar haystay kii maxay ahayday suuqa dhismo ka shaqaynayay waxaas oo dhan way wada xidhan yihiin reero badan baan dab shidanin reero badan baa dhibaataysan halka qaar kalena ay faakahaysi iyo gaadiid samicadaha inta kor loo qaaday ay ku wareegayaan wadooyinka oo ay weliba ku abuurayaan kuwa gaajaysan inay nabadgelyo darro u sababaan arrintaasi si aada ayay u saameysay xataa gaadiidkii magaalada ee sida tooska u shaqeynayay boqolkiiba konton way xaraysan yihiin shidaalkii baa ku kacay dadkiibaa wixii ay ku sugan lahaayeen aan haysan aad boqolkiiba boqol way saameysay dhaqaalaha dalka iyo maceeshadii dadka danyarta haddii xaalku sidan u yahay bal maxaa laga fili karayaa dadkii danyarta bal xaaladooda wallahi dadkii waxa soomaalidu waxay hore ugu maahmaahi jirtay wax badso wax beelbeel leedahay arrintanina waxay u muuqataa adraawa beri wuxuu yidhi waxaan la isku dilayaa xil daryeelidii iyo daduhiilin maahe geenyadan dekaanka ah ana aan dul buuxsoo dalacsado korkaygo dadka aan ku dhaafay iga soo degweeyaan intii aad shaqsi u danayn lahayd inuu ama xukunka sii haysto ama uu xukunka yimaado muhiimadda ka sii muhiimsan waxa weyn inaad wada noolaataan haddii labada qof ee midna meesha ka tegiya midna imanaya ama uu sii joogi doonaa aanay u danaynahayn shacabkooda waa inaynu helaa cid shacabkooda danaynaysa waynu ku burburaynaa waynu ku baaba'aynaa dhibaataynu kala kulmaynaa qaabka maanta wax u socdaan maanta inta ugu badan ee dadka burburi doonta waa danyarta waa dhalinyarada waa haweenka waa dadka aan dhaqaalaha buuran haysan waa dadka daabiyadaha degan waa dadka yacnihi xoog maalka ah war dadka waxaan aad iyo aad ugu baraarujinayaa
وار وحي يجو إسكو هايستان هاي إيجنا وار نين ما أنت كرسي هلي يا أما نين ما أنت كرسي هايستا يو بين يدين شيجين هادون نين كاسين نبيت قليه وحيدين كده دوني كرسي كشوفة أما كصوص عدا هدي نبيت قليه يدين كله نوع عضية وقع عضية وار هدي نين نبيت قليه يدين هرسي دحين وار هدي يدين كلا دليان وار هدي إسكين هركينيان ورحبها وعضيننا ورحبها وصوبحنا وأوبتكين يا عروتين يا أوريهين يا دتك أدولالتين إلى شضو هكل حمل من وحي الدنيان. إن أقدم بين إن عبد الرحمن ود ودم ماذا؟ أما الدلال كدرس كي الدنيا تبي سدى وركان طرشوين كسماليلا. حد لابد نوك القادة إن الدلال كدرس كي يد ودم ماذا عالم كان. مدوان نيجاتيف من نوع بوزيتيف. دد بدن وحي سوقيان إن بربرتو طرشة كديم. waxay sugayaan inay ololuhu idin galaafto waxay sugayaan inaad istishaan waxay sugayaan inta wada joogta inay kala tagto kuwa kalena waxay doonayaan in halka maanta aad taagantihiin aad kor ugu kacdan boqolkiiba 70 iyo 5 wadamada kugu xeeran ama dadyowga kugu xeeran ee geeska afrika kula degani waxay doonayaan burburkaaga adigu ha noqonin furihi u furi lahaa mowjada khasaara inaad bulshadaada geliso way yadadka ku gulo nool mandaqadu boqolkiiba 70 iyo 5 waxay diyaar u yihiin inaad sidooda u burburto oo dabka ka baxay meelo badan oo geeska afrika ka mid ah ama dalkii soomaaliya loo orin jiray ay ku nool yihiin dhibaatada haysta inay maanta adiguna ku qabsato haddii kugu qabsan weydii waqtiyadii adka haddii kugu qabsan weydii waqtiyadii duruufuhu ay kuwan ka duwanaayeen war maanta oo aad 4 iyo 30 sanado jirto ma garan karo sabab aad uga kori leedahay waxyaabaha caqabada ah iyo waxyaabaha dhibaatada ah iyo waxyaabaha mushkiladda kugu keenaya aad iyo aad baan ugu xumahay in maanta halka taagnaato laakiin waxaan filayaa qolooyinka bulshada caalamku in badan waxay inoo eegayaan inaynu hore u mari doono laakiin mantaqada aan ku noolahay aad bay ilxun nagu sheegisaa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121